kepada peserta nomor urut 1 kami persilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa لإني خلقك ولتقاتلت قلوبهم للنبي فبالنذب شني لم توي فأسري مدمن الدم لساني فعربت في اللاني باللاني ثم صلاة مسلم إليك على النبي الأمصر الخلائك محمد والأهل والنسابي مدد قد القرآن به ربي فبدا فلما داول من دصار تدور على كرم متصل وكان مطلوبا نشد النبي من الوحرهم في اللسان العربي كي يفهم معاني القرآن وسنة دقيقة المعاني وأنه أولى ولم يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم وكان خرق به صغيرا قرصة لطيفة سهيرا في أذبها وأزمها والرومي ألف علم ربن الجرومي فانتفعت جلة بإلمها ما مطره من لطيف عزمها نظمته نظم بديع مقتدي بالأصل في التقريب للمقتدي وقد أجبت منه بأن نقينا وزدته فوائدا بأغنى متمما لغريب الألباب فجاء من نشر الكتاب سئلت فيه من صادق صادق يفهم قول الاعتقاد وسكين إذ الفاتح أصبت قدير فيه وكل ما لم يتكلم لم يتفي فنسأل المنن أن يجيرنا من الرياء مضعفا أجيرنا وأيا كنا نفع بإلمه من ذنى بإذي وفمه وأيا كنا نفع بإلمه من ذنى بإذي وفمه وكلمي كلام الله المفيد المسند وكلمة اللفظ المفيد المفرد باسم المفيد ثم عرفت القسيم وهذه سلاس وهي الكلم والقول لفظ قد نفد مدقا ككما قد وإن زاد ارتقى والاسم بالتنوين وخفض أوري وعرف خفض وبلام وعلم وفعل معروف بقد وسيني وتوت النسمة تسقيني وتفات مطلق كجتني ونني وليفب على وفعلي والحرف لم يصل له علامة إلا انتفى قبولي علامة ولم يكن رجل له علامة إلا انتفى قبولي علامة باب لربي يا ربهم تنكر الآخرة كريم تنظر على ثني عمل النليم أسمه أربعة الفتوى تنبى رب ونسمى قد الأسفل وكل رجل في الأسماء يقى كل هذه بلوى عبد تنى وسائر الأسماء يسوى نسبا كل ربع من الهاتف مرضى وغير هذه الأسماء مبنيا خلا مضاري من كل نرن العلا وغرض الأسماء مبديا على مدري من قول الحرالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.